طب يعني تعتقد، يعني تعتقد الدنيا هتمشي ازاي؟ وهل كابتن موسيماني هيهندل المباراه دي بشكل مختلف عن اللي شفناه في اللقاءين اللي فاتوا؟ هو كان حريص من وجهه نظري، يعني ان هو كان حريص في المؤتمر الصحفي اللي بقى بعد المباراه بتاعت بالميرس، ان هو يقول ان هو هناك بعض الاخطاء اللي احنا يجب ان نتداركها خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي انا دايما بشوف ان انت كمدير فني او كلاعب اول حاجه او اول سبيل للاصلاح او للعوده للطريق هي الاعتراف بالخطا. مليون في الميه. فطالما اعترفت ان انت عندك خطا فخلاص يبقى كده دي البدايه الجيده لما بعد كده ايه؟ ان انا اصلح الخطا طبعًا ده طبعًا عشان اقدر العب بيه المباريات القادمه. وده دايما اللي بنشوفه الحقيقه. يعني انا دايما بيعجبني بيتسو موسيماني، ده من انا اول عكس يوم. الناس. نعم؟ من اول يوم جه فيه وهو بيتعامل بنفس الطريقه اللي انت بتتكلم عنها. مظبوط. يعني انا جد انا مستغرب جدا من بعض الجماهير، وانا متاكد ان هم او حتى ممكن يكونوا بينتموا للنادي، ولكن انا متاكد ان هم لا ينتموا للنادي او ما بيشجعوش النادي الاهلي. هم عايزين يوصلوا او يوصلوا للاعبين ان في من جمهور الاهلي ما مش عايزكم او ما بيشجعكمش، ويوصلوا لموسيماني نفس الكلام. لانه في النهايه انا بلعب في كاس عالم، وجهه نظري يعني انا بلعب في كاس عالم وبلعب فريق بالميرس، واحد من اهم واقوى الفرق في امريكا الجنوبيه طبعا ان لم يكن افضلهم. وعملت معاه مباراه في شوط، خلينا نتكلم واقعيا، في شوط اللي هو الشوط الثاني امبارح بشكل جيد جدا. الشوط الاولاني كنا خايفين او متاثرين بشكل او باخر بخطه اللعب اللي احنا ماسكين فيها نفسنا شويه، ولكن في النهايه أنا بلعب بالميراس وشايف إن هو فريق كويس جدا، اتغلبت منه 2-0 وكان ممكن جدا في آخر نص ساعة إن أنا أدوس شوية وأقدر أجيب هدف وأقرب النتيجة والدنيا تتكهرب، وجبت بالفعل هدف وكان ليا ركلة جزاء. أنا بتكلم على الشوط الثاني. طبعا. وكان ليا ركلة جزاء كنادي أهلي وكان ليا كل الكلام ده. فأنا الحقيقة بشوف إن لا، الحمد لله والشكر لله إحنا عاملين شكل جيد حتى هذه اللحظة، بنشرف كرة القدم المصرية بشكل كبير جدا، بنشرف كرة القدم الأفريقية بشكل كبير جدا. أتمنى أن ده يبان أكتر إن شاء الله في مباراة الهلال اللي جاي، لأنها زي ما كنا أو زي ما اتفقنا كلنا مباراة ليست بالمباراة السهلة، وهيكون فيها شغل تكتيكي عالي جدا يا كريم. طب انت يا كابتن اسلام دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول وبالذات في الشوط الثاني وبالذات في اخر نص ساعه. طب سيبك من اخر نص ساعه، تعال نتكلم عن اخر خمس دقائق. انا شفت جونين النادي الاهلي، لا بعيدا كمان عن النتيجه، انا هكلمك على تفصيله صغيره قوي. اتفضل. انا شفت النادي الاهلي ضاغط المنافس ضغطه ما يعلم بيها الا ربنا. مظبوط. بنشكل خطوره ملحوظه، سيطرة شبه كاملة على مجريات الأمور، تاني بغض النظر عن إن احنا بنلعب 10 لعيبة وخسرين 2. بس إن طالما احنا قادرين على ده، ليه ما بدرناش بده؟ ليه دايما الصحوة بتجينا؟ وأنا مش بتكلم بقى على النادي الأهلي تحديدا ولا على اللقاء ده تحديدا، أنا بتكلم عندنا التوجه ده حتى كمنتخب. ليه الصحوة مش بتجينا غير وإحنا خسرانين والوقت بيبتدي يطير مننا؟ طب ما احنا قادرين على ده، ما بنبدرش بيه ليه؟ انا بشوف ان هي دايما بتبقى تكتيك معين من المدير الفني خلاص. وانا كلاعب كمان لما ببقى ملتزم او بحاول ابقى ملتزم 100% بكلام المدرب طول ما انا متعادل او كسبان، لكن لو لا قدر الله بيخش فيها جون ببقى عايز اعمل حاجه زياده عشان اجيب التعادل، عشان خاطر الجمهور اللي بيقعد يتفرج عليا وبيحب النادي وبيحب فريقه، وبالتالي ممكن ابذل جهد مضاعف عن اللي انا ببذله علشان اجيب الجون الثاني او اجيب الجون الاولاني او اتعادل او اقرب النتيجه. فهي في الاخر هي يعني انا بشوف ان هي اكتر انها اثبات لشكل او خطه معينه بحاول اعملها، لما الخطه دي بيحصل فيها زي ما حصل امبارح، دخل فينا الجون الاولاني في اخر الشوط الثاني، اخر الشوط الاول، بعد كده في بدايه الشوط الثاني دخل، غير من كل التفكير اللي في دماغك كلاعب واللي في دماغ موسيماني كمدير فني، على عكس المباراه اللي قبلها. صحيح. المباراه اللي قبلها انا فضلت قافل 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 لغايه لما انا جبت الجون وكملت قافل قافل قافل، وكنت بروح بهجمات مرتده، مش ده اللي كان حصل في مونتيري؟ طبعا. فبالتالي ده فكره كملت في ماتش مونتيري، في ماتش بالميراس ما كملتش. هو بس الواحد بيصعب عليه، انت فاهم ازاي؟ يعني صعبان عليه وهو شايف كفاءات ومهارات ولعيبه قادره على الوصول وتشكيل خطوره على المرمى المنافس. يعني
اكيد كلنا كاهلاويه كنا نحب ان تكون نتيجه المباراه مختلفه عن اللي اتعادت عليه بطبيعه الحال. كان نفسنا ان احنا نشوفها مختلفه عشان نلعب كاس نهائي كاس عالم برضه. طبعا خلي بالك طبعا ان انت تلعب نهائي كاس العالم مختلف تماما عن ان انت تلعب، لان انت حتى الان لم يصل النادي الاهلي الى نهائي كاس العالم. خدنا ثالث قبل كده مرتين وان شاء الله تبقى دي الثالثه، ولكن الوصول برضو الى نهائي كاس العالم كان حلم لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه وكذا.